هالستريس او هالتلبك او هالايموشن او هالحاله الانزعاج جسمكم ترجمه بي انا هون عندي فوق الأربعين حركه ايدتهم بادي لانجويج. انا ما ايدتهم لانتقد، انا ايدتهم لفرجيكم انه بالتمثيل نحن ما بنخترع شيء، كل شيء بيكون نابع منا، وهيدا لازم يكون نابع من الاحساس. يعني انا بدي بروح هلا بالعكس، يعني مثلا سهيلة لما سالتها عن بيا عملت هيدا الشيء. انا ايه هيدي كل الوقت هيدا الشيء. اوكي انا ايدتهم على السريع، رح اقول ورح نستنتج ليش. لكن سهيلة كان في هيدا الشيء وكان في ايه صح الحكي لا شعوريا لا إرادي. لا اراديا جسمها عبر. اذا بدنا نشوف هيدي كان عندنا الشعر لما تضايقت اكثر دمعت، ما هي ما بكيت، البكاء هو تعبير ايضا يعني هو جزء من، ولكن كان عندنا اللعب بالخاتم. يعني انا صار عندي حركه 2 3 4 هول بشخصين بس. كممثل او كممثله براقب، بس راقب بفهم قديش انا ممكن اعبر بجسمي، او قديش بالاحرى جسمي بيقدر يعبر عني لما الاحساس صادق. منكمل. دينا، دينا على فكره واكثر من دينا، ثلاث ارباعكم ما بيرتاح على الكرسي، يعني بيقعد هيك. وهيدي هاي طريقه القعده يلي هي فيها تشنج، يعني انسان منه مرتاح. في فرق من ما اقعد هيك، في فرق من ما اقعد هيك. كان معكي كاسكيت، كان معكي صرتي تفتحي وتسكري الكاسكيت اللي معكي الشابو، تفتح وتسكر الزر. وصرتي كمان تلعبي بالمايك، يعني صرتي اي شيء بجسمك المايك الكاسكيت والايدين. سكينة كان عندي اللعب بالشعر. قبل ما تفلوا بس بدي اقول لكم النتيجه، انا رح كمل مع الباقيين. النتيجه هي انه انا اذا في احساس اللي هو كان كما للكل، يعني كلكم كنتوا بنفس الحاله التلبك او متضايقين، شوفوا قديش جسمي طريقه تعبير عندي فوق الأربعين. لما انا بتعلم اوبسرفاسيون، لما بتعلم اتفرج شوف لاحظ مراقبه، ببتعد عن الكليشيه. شو الكليشيه؟ المعترف فيه. يعني اي حدا اليوم بتقول له انت معصب يمكن يعمل انه هو معصب، بصير ايه بصير روح وريجي. لما انا في عندي مراقبه بتخليني كون تمثيلي غني باكثر وباحلى وباصدق حركات، اصدق طبيعيه طبيعيه. ايه انا جستمو ليش ما عملت تعجب في الايفال؟ لانه ما كنت حاب فوت بالكليشيه، انه في مرات بس هلا بقول لك صلح لك فيك تتعجب مش بالكليشيه. انا طلعت فيها وهيك صرت كنت حزين وصرت حزين اكثر لما شفتها كثير. شوب على فكره صرت تطلع مش بالكليشيه، يعني ومثل ما في عندي 40 طريقة أو حركة مثل ما الجسم بترجم الإحساس، أنا كمان الكلمة بقدر ألعبها ب 30 أعطيها 30 40 معنى. يعني الكلمة دايما الكلام لما بدي أقوله مش ضروري
يكون بطريقه مثل الجمله اللي عم تنقال هي المقصد يتحرف بأي معنى. يعني فيني اقول جمله بس يكون احساسي غير، مقصدي غير، تطلع الجمله بغير طريقه. محمد عباس، محمد عباس، ايه انت كنت مرتاح بس كتف ايديك، مكتف يعني الجمود، وعندك اجر كل التشنج كان باجر وحده. يعني شوف شوفوا يعني اليوم انا بدل ما اعمل هيدا الشيء انه انا معصبه فيني اعمل هيدا الشيء، فيني اقعد اعمل هيدا الشيء، فيني اعمل هيدا الشيء. ما بيضرب على حدا بس ولا بيضرب على حدا عم بيزيق؟ اوكي خلي 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 خلي. فيني اختار حركات اقل ما بتعبر يعني، ما يعني لا اذا الاحساس صح الحركه اقل صح. اكزاجيريت اذا الاحساس صح الحركه صح. بدي خبطها صار صارت الايد عم تخبط الكرسي. لما حكيت عن البنت صرت تخبط الكرسي بايدك. شو يعني؟ يعني هالقد هو منفعل منها. منفعل منها.